بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مركز برو فيجن التعليمي. النهاردة ان شاء الله هيبقى كلامنا على الماسكس او استخدام الماسكات والاقنعة في الافتر افكت. الماسكس او الاقنعة لها اكتر من استخدام، يعني ممكن نحصرهم في اتنين وهيبقى هيجيلها بعد كده استخدامات متعددة هنقولها بمناسبة مشروعها او بمناسبة الشغل فيه. اول استخدام ان انا بقطع او بحجب جزء من مشهد، ده اول استخدام للماسكس. تاني استخدام للماسكس ان انا برسم بيها، انا ممكن ارسم بيها اشكال معينة زي ما هيجي في الكلام. واشهر الحاجات اللي بتتعمل او بتترسم بالماسكس بنقول عليها سترايبس، او لو انتوا بتاخدوا بالكم من في اعلانات او بروموهات بيجي فيها زي ستروكس او خطوط كده بتمشي وبتروح وبتيجي والكلام، بتبقى خطوط غالبا بتبقى خطوط بشكل هندسي، يعني مستطيله، غالبا بتبقى خطوط مستطيله، طبعا الكاميرا بتمشي معاها، ده كله شغل ماسكس. في حد ممكن يقول لي لا بس احنا بنشوف خطوط تانية. الخطوط التانية دي احنا بنسميها ستروكس. الستروك ده بيبقى عباره عن لاين كده بس بيلمع، ده بيبقى اسمه ستروك، واللي احنا بنكلم بالماسك اسمه سترايب. ايا كانت التسميه مش مشكله، المهم ان من اشهر الحاجات اللي بتستخدم الماسكات في رسمها هي السترايبس والانيميشن بتاعها كمان. طيب تعالوا نشوف ازاي نعمل الماسك، كام طريقه نقدر نعمل بيها الماسك. الماسك له طريقتين، يا اما انت بتعمل ماسك بشكل هندسي جاهز موجود في الافتر افكت، يا اما انت بتعمل ماسك فري او بترسم ماسك حر. الماسك الجاهز بنروح هنلاقي هنا في التول بار عندنا ادوات الماسكس، اولهم الريكتانجل تول، وحرف الكيو اللي انتوا شفتوه طلع في التول تيب اللي طلع دوت. حرف الكيو ده بيعمل سايكل بين انواع الماسكات، يعني لو انا ضغطت كيو تمام اهو زي ما انتوا شايفين بيبدل بين انواع الماسكات بالشكل ده كده. طيب لو احنا خدنا اول نوع اللي هو، على فكره لو احنا اتكلمنا على واحد كاننا اتكلمنا على الباقي بالظبط. هتكلم مثلا على الاليبس تول. لو انا ضغطت على الاليبس تول وجيت مثلا، تعالوا ناخد الصوره دي، وجيت مثلا في اي مكان في الصوره او عند الجزء اللي انا عايز احجبه او اشيله او اقطعه، هقوم جاي راسم بالشكل ده كده. انا ضغط عليها، اسف، هاخدها هنا كده واسلكت وسلكت الماسك تاني، واقوم جاي مثلا راسم حاجه بالشكل ده. زي ما انتوا شفتوا اللي حصل ان احنا لما رسمنا الماسك ده بدل ما يديني ماسك او بدل ما يديني قناع اقطع بيه حته من الصوره اداني شيب. زي ما انتوا شايفين هو كاريت او عمل لاير تانيه اسمها شيب. شيب دي هي لاير بس عباره عن شكل هندسي. طب هتقولي طب ايه اللي جاب الشكل للماسك؟ هقولك دي بتحصل نتيجة ان انت لما جيت ترسم الماسك ما عملتش سيلكت على اللير اللي انت عايز ترسم عليها الماسك، علشان كده بيقوم راسم شكل. فاحنا هنشيل الشكل ده بديليت ونضغط نسلكت الصورة ونرجع نرسم تاني. شفت بقى المرة دي عمل الماسك اللي انت عايزه، وزي ما انت شايف الماسك جاب جزء من الصورة وقطع بقيه الجزء الثاني. طبعا الاسود ده ترانسبيرنسي، لو احنا ضغطنا على ترانسبيرنسي جريد هنلاقي انها ترانسبيرنسي او شفافيه. طيب ادي كده عملنا قط او عملنا قطع لجزء معين من الصوره. واحد يقول لي طب افرض انا مش عايز القطع من بره، انا عايز اقص الحته اللي جوه الماسك واسيب الحته اللي حوالين الماسك. لو انت عايز تعمل موضوع زي ده عندك طريقتين، يا اما في خواص الماسك هنا اللي هو ماسك واحد، في انواع للماسك، في اد واد بتسيب كل ما هو داخل الشكل بتاع الماسك وبتشيل كل ما هو خارجه. لكن لو عملنا سبتراكت يبقى احنا عكسنا الموضوع، اصبح احنا قصينا اللي جوه الماسك وسيبنا اللي بره الماسك. طيب لو احنا سبناها طبعا دول يعني انا مش عايز اتكلم عليهم دلوقتي الا ما يجوا او ما تيجي مشاريع خاصه بيهم هنتكلم على انترسكت ولايتن وداركن وديفرنس.
لو انا رجعتها اد تاني، لو خدتوا بالكم فينا حاجه اسمها انفرت. انفرت تقدر تقول انها بتعمل نفس الشغل بتاع سبتراكت لكن مع اختلاف. لو انا عملت انفرت عكست الماسك، عكست الماسك بدل ما هو اد بقى سبتراكت. طيب لو احنا فتحنا الماسك ده بالشكل ده كده، عندي اول حاجة الماسك باث اللي هو شكل الماسك. على فكرة شكل الماسك من الخواص المهمة جدا في عملية التحريك وهوريكم دلوقتي. قدام الماسك باث في حاجة اسمها شيب، شكل الماسك. شكل الماسك هنا الشكل بيضاوي. طب لو ضغطت على شيب هيقول لك هنا الباوندينج بوكس. على فكرة كده انت اكنك بتعمل سكيل للماسك بالظبط. وعندك هنا في عندك ريكتانجل او اليبس. طبعا لو انا قلت له ريسيت تو ريكتانجل وضغطت اوكي هيبدا يعمل لي الشكل ده عباره عن ريكتانجل. لو رجعت لشيب مره تانية ريسيت تو وقلت له اليبس وعملت اوكي هيرجعوا لي اليبس مره تانية. طب هل ينفع استفيد من حركه زي دي؟ اه ينفع. لو انا رحت عامل كي فريم للماسك باث وسحبت ثانيتين مثلا ورحت على شيب وغيرت من ريسيت تو خليتها ريكتانجل، بص اللي هيحصل. شفت اللي حصل؟ حصل عملية مورف، حصل عملية مورفينج او عملية تحويل للماسك من شكل لشكل اخر. والظريف كمان في الموضوع ده حاجة، ان احنا انا مثلا مشيت كده جالي شكل زي ده. شفت الشكل ده؟ جه شكل زي ده كده. طب انا عايز الشكل ده، يعني مش عايزه يوصل لغاية الكي فريم ده فيعمل لي مربع. بمنتهى البساطة انت وصلت لغاية هنا، خليك واقف زي ما انت وقوم جاي رايح ضغط على الستوب ووتش شيل الكي فريمز. اصبح كده انت اخدت شكل وسطي بين الشكلين، تقدر ان انت بقى تشتغل زي ما انت حابب او زي ما انت تحب. ده بالنسبة ليه الماسك باث ان احنا ممكن نعمل عليها انيميشن. طيب هل في حاجة كمان؟ اه في ان انا لو ضغطت على الماسك باث ممكن نعمل انيميشن بشكل تاني. ازاي؟ لو انا خدت الشيب ورجعته ريكتانجل ريسيت ريكتانجل رجع ريكتانجل، افرض انا عايز اعمل وايب او عايز الصوره دي تترسم، سيلكت الماسك. ممكن ان انا اروح اضغط على السيلكشن تول واعمل دبل كليك على او كليك على نقطه من النقط بتاعه الباوندنج بوكس اللي حوالين الصوره اللي هم الباوندنج بوكس بتاع الماسك، واحرك النقط زي ما احب بالشكل ده كده. ممكن اخد منها مثلث، ممكن يعني تعمل ريفورم او تعمل اعاده تشكيل للماسك زي ما انت حابب. وقت ما تحب ترجع زي ما كنت روح للشيب ريسيت تو يرجع لك ريكتانجل. طيب دي طريقه، والطريقه دي ينفع ان انا احط لك فريم. يعني لو انا عملت ماسك باث ورحت مشيت شويه وخدت اسف اضغط بره وارجع اضغط تاني، خد مثلا النقطه دي كده وامشي كده شويه، خد مثلا النقطه دي كده وامشي كده شويه، مثلا خد دي كده، تمام هتلاقيها زي ما انت حركتها. طيب انا قلت من شويه عايز الصوره دي تترسم كده، في طريقتين، يا اما هضغط على ماسك باث واحط كي فريم واروح اخد النقطه دي النقطة اللي فوق وكنترول مع النقطة اللي تحت، اسف شيفت يا ربي مع النقطة اللي تحت، وبالسهم خلي بالك انا بحرك بالسهم، ولو بشيفت هتحرك مقدار اكتر، حاجة مثلا كده. طبعا هي كده راحت الناحية التانية، خليك زي ما انت وصلت للاخر اهو، شيل ايدك من على شيفت وامشي بالسهم حبة حبة، حاجة مثلا بالمنظر ده كده. وروح قدام شوية وارجع تاني بشيفت وامشي بيها حاجه بالشكل ده كده. كده ايه اللي حصل؟ زي ما انت شايف عملت وايب او عملت دخول للصوت. كده احنا ناقشنا او اتكلمنا على موضوع الماسك باث. الجزء اللي جاي ان شاء الله نتكلم على بقيه خواص الماسكس ونكمل.